فير بلاي نحكيو على اولمبياد طوكيو 2021. اكيد معنا السيد باش نحكيو اكثر على الاولمبياد هذا، كل التفاصيل حول الرياضيين نتاعنا ومشاركتهم. تقريبا ايام قليله وليت قبل خوض المسابقات، بعد شويه ايامات ويتعدي ولاعبيتنا يتحولوا لطوكيو. على كل معنا محمد بن عمور مدير رياضي النخبه معنا بالتليفون. سي محمد اهلا بك. اهلا بك، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي اكسبريس اف ام. مرحبا بك سي محمد، شنو احوالك؟ شنو الامور؟ الحمد لله لاباس، نحن في اخر الاستعدادات للمشاركه في الالعاب الاولمبيه طوكيو 2021، وان شاء الله معناتها تكون المشاركه بتاعنا طيبه وتكون فما معناتها نتائج معناتها متميزه للرياضيين بتاعنا اللي بشي اللي فما شكون غادر ومشى معناتها في تربص اخير لطوكيو، وفما ما زلنا نترقبوا في وفود اخرى ومشاركين اخرين ان شاء الله باش يغادروا لطوكيو. باهي، وقتاش اخر مسافر اخر رياضي يتحول لطوكيو وقتاش باش يكون ان شاء الله؟ بداوا هما قضها لي اليوم ولا البارح بداوا؟ لا، هو راهو التحول بدا عنده اسبوعين. دخلوا في استاجات. صحيح هاي. التربصات بدات والتحول يتسمى الشبه الرسمي الى طوكيو بدا. العديد من الوفود اللي شاركت اخرها البارح منتخب الرمايه اللي غادر لطوكيو باش يشارك في تربص اخير، ثم يدخل القريه الاولمبيه ان شاء الله نهار 17 جويليا. باهي سي محمد، شكون الرياضي اللي معمل اليوم انتوما في الوزاره خاصه باش يجيبوا الميداليات لتونس ان شاء الله؟ والله هو ما نقولوش معناتها ميداليات، وانما فما رياضيين متميزين عندهم مستوى، عندهم الخبره، عندهم التتويج زاد كذلك، معاملين عليهم ان شاء الله باش يمشيوا وينافسوا بجديه على الصعود على منصه التتويج. العدد بتاعهم ينحصر بين 8 و10 رياضيين، نقول انا ان شاء الله معناتها هذوما يكونوا في التوب دو فورم بتاعهم خلال المشاركات بتاعهم، وان شاء الله معناتها يحقق لنا صعود على منصه التتويج. الوزاره شكون الوافد باش تحول ان شاء الله؟ ظهر لي مش كبير برشا باش يكون. هو تو الوفد بكله يعني ما يعادل على 142 تونسي موجودين في طوكيو يمثلوا الوفد التونسي الاولمبي من خلال جميع الاختصاصات، يعني من مسؤولين، من مؤطرين، من مدربين، من اطباء، من رياضيين. دونك اذا كانت تحب نعطيك بالتفصيل الوفد التونسي، تعرف انه الرياضيين بتاعنا عددهم 63 رياضي ورياضيه. المؤشر انه يقول انه 29 رياضيه، يعني المراه التونسيه حاضره بقوه في طوكيو 2021. وما ننساوش اللي فما رياضه جماعيه وحيده اللي هي كره الطائره ممثله في 12 رياضي، والبقيه بطبيعه الحال الذكور اللي هم عددهم 22 وباش يتحولوا زاد كذلك لطوكيو. الاختصاصات اللي عندنا في طوكيو هما 16 الجامعه، 16 اختصاص معناتها رياضي، نجم نقول لك العاب القوى، التجديف، الملاكمه، الكانوي كاياك، المبارزه، رفع الاثقال، الجيدو، المصارعه، السباحه، التايكواندو، التنس، تنس الطاوله، الرمايه والاشرعه والكره الطائره. هي بخصوص الرياضيين اللي مشاركين في طوكيو. يعني الوفد الرسمي متكون ما يعادل على 12 شخص بطبيعه الحال، هذوما يسهلوا على تنظيم وتوفير حظوظ وافره للرياضيين بتاعنا اللي موجودين، وباش يكون تحولهم الرسمي نهار 12 جويليه يعني يوم الاثنين هذايا. مجموعه منهم الاولى باش تتنقل نهار 12 بطبيعه الحال. الوفد يترأسوا سيريزا المناعي اللي هو عضو المكتب التنفيذي للجنه الوطنيه الاولمبيه، ونائب الرئيس اللي هو بطبيعه الحال محافظ بن عمر، مدير رياضه النخبه من وزاره الشباب والرياضه والادماج المهني. عندنا زوز اطباء، وعندنا كذلك 9 اخصائيين في العلاج الطبيعي. حاجه اخرى نحب نذكرها ماذا بيا، وهذا يعتبر المسكوت عنه في المشاركات في الالعاب الاولمبيه، هو حضور 10 حكام رسميين توانسه في الالعاب الاولمبيه. وعندنا بطبيعه الحال شخص اخر مدعو من طرف الاتحاد الدولي للكاراتيه اللي هو سي الشريف. دونك هذوما 11 معاهم بطبيعه الحال ما يعادل على 40 مؤطر، يعني بين مدرب ومدرب مساعد وتيم ليدر يعني وقائد فريق. بالضبط. يعني المجموعه هذه تكون حوالي 140
شخص باش يمثله تونس في طوكيو. وان شاء الله هذا بالمناسبة نحب نشكر السفارة التونسية اللي موجودة في اليابان، سعادة السفير اللي هو سي محمد اللومي والفريق اللي معاه متعاون معتها بجدية كبيرة ياسر، ويوفر في الظروف الطيبة مش من اليوم وإنما عنده تو سنوات وهو يعد في هالمحفل هذايا. نشكرهم وهما كذلك توانسة معانا غاديكا واقفين معتها جنب إلى جنب مع جميع المشاركين في الوقت. سي محمد وقتاش بعض الرياضيين متلقاوش الجرعة الثانية متلقية، وقتاش باش تكون إن شاء الله؟ ما فماش حتى رياضي او ممثل تونسي باش يسافر طوكيو وهو ما تلقاش الجرعه الثانيه. يعني الجرعه الاولى تاخذت في الاسبوع الاول من شهر جوان، ثم مكتعرف اللي دخلنا في تربصات ودخلنا في مشاركات وتظاهرات دوليه، فاصبح المركز الوطني للطب وعلوم الرياضه يخدم معناتها في الدوزيام دوز للتلقيح الثاني على كارت، يعني حسب تواجد المنتخب او الرياضي في تونس في تونس. فقدره الله عاملين معناتها متابعة على الموضوع هذايا، وإن شاء الله ما يتحول حتى حد لطوكيو وهو موش ماخو الجرعة الثانية بتاعه. فما بعض الجامعات ما زالت تطالب لليوم بمنحة 20% لعدد الأولمبي، شو عملتوا فيها؟ شوف النورمال مو معناتها كما قلت أنت مش 20%، احنا عملنا 50% من عنوان الثاني نشاط المنتخبات الوطنية، وعطينا 80% من الأعداد الأولمبي. نتصور اليوم أنه الجامعات الكل معناتها في آخر المرحلة هذه عندها معناتها التغطية المالية بتاعهم، وإذا كان بطبيعة الحال فما بعض أو قلة من الجامعات طلبوا فقاعدين نوفروا لهم معناتها في باقي الميزانية بتاعهم. هذا ليش؟ باش ما نعطلوش التحضيرات النهائية تاع الرياضيين بتاعنا حتى على مستوى إداري كذلك. يعني تعرف اللي اليوم معناتها فما استثناءات وفما خصوصيات في خصوص التربصات خارج الوطن، ساعة في آخر لحظة يقع تغيير المكان أو تغيير المدة، فوزارة الشباب والرياضة موجودة باش تحاول تسرع في إعداد الملف وتمكن الرياضيين بتاعها من مشاركة في سواء تربصات خارجية أو تظاهرات دولية إعدادية خارجية. اليوم رئيس الجامعة التونسية للتنس سلمى الموالي مع زملائنا في موزايك كانت ذمرت من عدم منح أنس جابر شرف حمل العلم الأولمبي، عندكم موقف كوزارة أنتم في الموضوع هذا؟ والله ايش اقول لك، معناتها توا هو رسميا ونهائيا لم يقع معناتها تسريب. اي اكيد عندها معلومات، هو اليوم باش يقع الاعلان ان شاء الله رسميا. ثم رسميا صحيح اليوم في ندوه صحفيه باش يقع الاعلان رسميا. وقع الاعتماد على فورشيت معناتها ان جريد ديفاليواسيون ان فيش معناتها بتاع تقييم رياضيين فيهم معناتها العديد من العناصر، فهمتني؟ أنس جابر موجوده في المجموعه وان شاء الله معناتها اللي باش يكون المرتب الاول اللي باش يحمل الشاره العلم التونسي في التظاهره هذه في الافتتاح ما هو الا تونسي وبطل ورياضي عنده مواصفات معناتها كامله، وهذا ما ينقص من شان حتى رياضي او رياضيه، بل بالعكس هي عمليه تشريف وتمثيل معناتها الوفد الرياضي التونسي. الملولي باش يشارك ولا الملولي الى حد اللحظه هذه باش يشارك بطبيعه الحال، معناتها موجود معناتها في المجموعه وقاعدين معناتها باتصالات معاه هو ومع الجامعه بتاعه ومع اللجنه الاولمبيه كذلك باش نحاولوا نوفروا له معناتها ستاف تكنيك بتاعه، وتمت الموافقه عليهم. هذه كانت معناتها كعقبه اولى، ثم تغطيه معناتها البرنامج التحضيري هذا الاخير بتاعه غدوه الحي باش ناخذوا معناتها المعطيات الاخيره اللي يرغب فيها أسامة الملولي، وبالتالي يقع معتها تكليف الجامعة التونسية للسباحة باش تغطي مشوار التحضيري وبطبيعة الحال إلى غاية السفر إلى طوكيو وين يدخل للقرية وباش يشارك إن شاء الله نهار 5 أوت في الدور النهائي للمياه الحرة. واضح، أعطيك الصحة بالتوفيق سي محمد إن شاء الله للبحث التونسية الكل. بارك الله فيك ونتمنى النجاح للوفد التونسي وإن شاء الله بعد العودة بسلام إن شاء الله، لانه حقيقه معناتها العاب اولمبيه خاصه استثنائيه نتمنى كلنا نرجع الارض الوطن بسلام وان شاء الله منصرين بالميداليات ان شاء الله. اكيد هذا نتمناه الناس كل. شكرا على مداخلتك معنا سي محمد بن عمر مدير النخبه، اعطيتنا برشا تفاصيل حول المشاركه التونسيه، عدد المواضيع كنا حكينا فيها اليوم شونج، وبعد مواصلين في بلاي حتى للخمسه.